We now face an opponent from beyond our world. They have technology decades beyond what we possess. We must make it our own. Their weapons will become our weapons. And when they do, we shall annihilate them. ممكن تكون من ابرز الاهتمامات اللي عند ناس في فتره الستينات الحرب البارده ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي والكائنات الفضائيه، بالتحديد حاجه زي نظريات المؤامره اللي تخص حاجه زي كده من اول بروجكت بلو بوك واريا 51 واليو اف اوز. جيمز كتير جدا اتكلمت عن فكره الالينز، بس معظم الوقت كانت بتبقى الجيمز دي في وقت الحاضر او في المستقبل، لكن قليل لما كنا بنلاقي لعبه في فتره الستينات او السبعينات مثلا، الفتره اللي اثرت بشكل كبير جدا على تفكير الناس وبدايه اهتمامهم بوجود الكائنات الفضائيه. لكن في E3 2010 شركة 2K بعد ما استحوذت على حقوق إنتاج سلسلة XCOM أعلنت عن The Bureau XCOM Declassified، وكان المفروض إنها هتبقى أخيرا جزء جديد من اللعبة بعد ما اتلغت أجزاء زي XCOM Genesis و XCOM Alliance، بس قالوا إن اللعبة هتكون Tactical Shooter مش Turn Based Strategy Game زي الأجزاء القديمة اللي نزلت سنة 1993. بعد كده 2K ما تكلموش تاني عن اللعبة ونزلوا XCOM Enemy Unknown اللي قدمت نفس فكرة Turn Based Strategy اللي كانت في الأجزاء اللي فاتت. في اول السنه دي تم الاعلان عن ان ذا بيرو لسه موجوده والديفلوبمنت شغال عليها، وعرضوا التغييرات اللي حصلت في عمليه تطوير اللعبه من سنه 2010 لحد دلوقتي. وشخصيا كنت انا ممكن اكون متحمس جدا للعبه، بس للاسف الدقائق اللي جايه في الريفيو مش هقدر اذكر اي خير تجاه اللعبه دي تماما. قصه اللعبه بتتكلم بدايه عن تكوين XCOM ديفيجن اللي هو اساس السلسله دي كلها، وبدايه شغله في الستينات مع بدايه غزو الكائنات الفضائيه لامريكا في سنه 1962. وبنتعرف في البدايه على بطل اللعبه اللي هو ويليام كارتر اللي بيعاني من مشاكل نفسيه من مصايب حصلت له في الماضي، ومفروض انه ضابط سي اي، وكان المطلوب انه يوصل حاجه زي الشنطه لXCOM ديفيجن. وبعد كده يبتدي بقى الغزو الفضائي وينضم كارتر لXCOM ديفيجن عشان يساعدهم في ان هم يعرفوا ايه اسباب الغزو ده وازاي يقضوا عليه. للأسف الشديد هو ده القالب الممل والسطحي جدا اللي أحداث القصة محطوطة جواه. طول القصة أنت بتشوف أحداث ومواقف، صعب إنك أنت تشوف أي صلة ترابط بينها وبين بعض، وخاصة من ناحية الأزمة الشخصية اللي بيعاني منها كارتر ومن اللي حصل له في حياته الشخصية والتعامل المباشر بينه وبين الإيليانز. للأسف الشديد القصة سواء من ناحية الحوار أو السيناريو أو تقديم الشخصيات أو الكات سين سيئة جدا. القصة نفسها في مواقف كتير هتحس إن في فراغات في الأحداث. في الأول حسيت من الأسلوب اللي بيتقدم بيه القصة إنها ممكن في محاولة إنهم يمشوها مع نظام أفلام الخيال العلمي بتاعت الخمسينات والستينات، بس بجد مش هبالغ لو قلت إن أفلام خيال علمي من الفترة دي ممكن تتصنف حاليا على إنها كوميدي زي ذا داي إيرث ستود ستيل أو ذا سينج فروم أنذر وورلد. ممكن تكون قدمت قصة وأحداث ودراما أفضل 100 مرة من ذا بيرو. قبل ما هتكلم عن فكرة الجيم بلاي بتاع ذا بيرو، تعالوا اديلكم زي فكرة سريعة للجيم بلاي بتاع سلسلة XCOM. كلامي هيكون من خلال XCOM Enemy Unknown اللي نزلت السنة اللي فاتت. الفكرة كلها قايمة على حتة التيرن بيس استراتيجي، بمعنى ان اللعبة هتدخلك في موقف معين بالسكواد اللي معاك، وبعد كده تبتدي تحرك السكواد في اماكن معينة، تقعد تخطط وتضرب مين الاول بأنهي سلاح، وتخلي العساكر اللي معاك يتحركوا ازاي وهكذا، وبعد كده تشوف اثار الخطة اللي انت طلبت السكواد معاك تنفذها. فزي ما انتم شايفين اللعبة قايمة بشكل كبير على التخطيط والتفكير، انما بقى ذا بيرو نظامها ايه؟ ذا بيرو اول ما حد هيجي يلعبها هيلاقي انها سيرد بيرسون شوتر. طبعا في افكار من اللعبه زي ماس افكت بشكل واضح جدا في حته السكواد اللي معاك. طول اللعبه هتلاقي بقى معاك ايجنتس من XCOM ديفيجن، تخصصاتهم بقى متنوعه ما بين ريكونز وانجينيرز وميديكس، وكل كلاس من دول ليهم الاسلحه والابيليتيز بتاعتهم. وفي كل ميشن بقى بيبقى معاك شخصين من اختيارك، وبتقعد بقى تستغل الادوات والقدرات والاسلحه اللي معاهم في انك انت تحدد لكل واحد حسب تخصصه هيضرب مين من الانيميز، ينزلوا توريتس او يطلبوا اوردنس سترايك، وبعد كده تقدر انك انت تعمل ليفل اب للايجنتس اللي معاك وتضيف لهم بيركس جديده وتزود من الاوبشنز المتاحه قدامك في المهمات اللي بعد كده. الموضوع يكاد يكون ظريف وممكن يكون فيه روح فكره التيرن بيس استراتيجي، بس للاسف الشديد استعدوا لقائمه العيوب الكبيره جدا اللي خلت الجيم بلاي تجربه مؤلمه جدا. زي ما قلت جايز ان الافكار اللي في السكواد سيستم دي تكون نفس الاحساس بتاع الاجزاء اللي فاتت، بس للاسف ان اي حد وهو بيلعب لو فكر فيها شويه ان فعلا الاختيارات المتاحه اللي قدامك بتوهمك في الاول انك انت بتحط استراتيجي وتخطط ازاي تقتل الانيميز اللي قدامك، بس للاسف اي تورت في اي حته واي امر لاي حد انه يعمل اي كريتيكال على اي حد معين اللي هو اي عك من الاخر هيخليك توصل نفس النتيجه لو انت فكرت انك انت تعمل خطه جهنميه. للاسف الشديد اللعبه ما قدرتش انها تحطك في موقف كانت موجوده في انمي انون وتخليك تحس بالمسؤوليه قدام كل خطوه انت بتنفذها. اللعبة خلت موقف زي ان ايجنت يموت منك بسيط جدا وسهل، عيد الشيك بوينت وخلاص المشكلة اتحلت، غير بساطة وسهولة نظام الهيلينج اللي بيحل الموضوع ده في اسرع وقت. اللعبة برضو بتقدم فكرة الكفر سيستم، لكن للاسف ممكن يكون الكفر سيستم هنا بنفس مستوى وضعف وفقر لعبة زي ريزيدنت ايفل اوبريشن راكون سيتي،
بيبان في الاول ان في محاوله ان يبقى الكنترولز بتاعت الكفر سيستم مختلف عن جيمز تانيه، بس للاسف الشديد الكنترول سيئة جدا لما تيجي تفكر انك انت تتنقل من كفر لكفر. من ضمن برضو العيوب المستفزه جدا ان في بعض الاحيان لما تطلب من حد ينزل تورت مثلا وتبتدي تحرك الهولوجرام اللي بيمثل شكل التورت، لو لقيت ان في سور واقف وش الهولوجرام مطلوب منك انك تلف حوالينه عشان تعرف تحط التورت، وده في حد ذاته بيدي لي احساس ان انا بلعب الفا ستيج من اللعبه، مش مفروض ان الديفلوبمنت بتاعها خلص ونزل بشكل رسمي. بالضاف على كده الشوتنج ميكانيزم ممل جدا وما فيهوش اي زر التغيير. اللعبه بتتيح لك ان يكون معاك مجموعه كبيره من الاسلحه، بس لو بصيت ان مثلا الانواع المتقسمه بين اسلحه البشر واسلحه الالينز، الاختلاف ما بين الاثنين بيبقى في الشكل والتاثير بيبقى واحد، ومفيش اي امكانيه مثلا انك انت تعدل الاسلحه او انك انت تشوف اي حاجه مختلفه شويه. بعد كده بيجي عندنا الاي اي اللي ممكن يكون من اسوا واعقم عيوب اللعبه، سواء بقى الاي اي الخاص بالايجنتس اللي معاك او الانيميز اللي معاك. عادي جدا انك انت تلاقيهم دخلوا في لغم، سدوا عليك كفر، او يرموا نفسهم عادي في التهلكه ويفضلوا واقفين عادي جدا قدام اي حد بيضرب نار عليهم. الانيميز بقى غبائهم بيكون في مواقف ان هم بيستقبلوا الرصاص بتاعك بدون اي حركه، ممكن تلاقيهم في مره واحده كده طلعوا من الكفر وقعدت تضرب عليهم واقفين في مكانهم مش بيحاولوا ان هم يتحركوا. طبعا بقى سبت لكم اسوأ واعقم عيب في اللعبه للاخر، وهو التكرار والملل لشكل واحد من المهمات مش بتغير من اول لعبه لاخر اللعبه. المهمات كلها ماشيه بالنظام الاتي: اطلع من البيس انت والتيم بتاعك بطياره هليكوبتر، انزلوا في حته معينه، هتقابلوا الين صغيرين في الاول، بعد كده تخش على الين صغيرين ومعاهم واحد كبير، بعد كده الين صغيرين وكام واحد من الينز الكبار دول، ممكن تلاقي واحد عامل زي انرجي شيلد والين كبير فشخ ومعاه سبيس شيب، وبعد كده خلص المطلوب منك في المهمه واخلع بالهليكوبتر على البيس. كرر بقى الكلام ده على مدار 12 ساعه لعب وبدون اي ذره تغيير تماما، انفينيت لوب اوف ملل. اللعبه بره نظام الجيم بلاي العادي بتقدم حاجات جانبيه زي انك انت مثلا انت وفريق بتاعك بتعملوا سايد ميشنز من خلالها تقدروا انكم تجيبوا سبورت باكس او تعملوا ليفل اب. في مهمات ممكن تبعت اعضاء الفريق معاك اللي هم اللي ينفذوها لوحدهم، الوضع هنا بيكون اشبه بفكره ريكروتنج للاساسنز اللي موجوده في اساسنز كريد. بين كل مهمه والتانيه بتلاقي فرصه انك انت تقعد تلف شويه جوه اكس كوم ديفيجن وتخش في حوارات جانبيه مع الناس بطريقه اشبه بالكونفرسيشن ويل بتاعت العاب زي ماس افكت او دراجون ايج او ذا ويتشر. بس للاسف سواء بقى انك انت تقعد تتمشى جوه اكس كوم ديفيجن او انك انت تخش في حوارات مع اي شخصيه تانيه، مش هتلاقي فيها اي متعه تماما. الحوارات بالتحديد للاسف ممله جدا وبشكل بشع، يخليك تدور على اسرع طريقه تخلع منها. حتى الجرافيكس في اللعبه برضو ما فلتتش منها تبقى سيئه جدا زي القصه او الجيم بلاي. جوانب سيئة كتير جدا في الفيجوالز في اللعبة تخليني مش عارف اقول ايه ولا ايه. اولا تصميم الشخصيات وحركة وشوشهم ضحلة جدا ومملة، ممكن احس ان تماثيل الشمع فيها حيوية اكتر من كده. البيئات اللي حواليك قليل لما تلاقي حاجة جديدة شوية، الميشنز اللي في الشوارع او اللي جوه اي سبيس شيب ما فيهاش اي تجديد من ناحية المناظر اللي انت بتشوفها، حتى الفلتر الاصفر اللي محطوط على كل حاجة عشان يحاول يدي الاحساس بتاع الستينات مع مرور الوقت بيبقى مش ظريف تماما. الإضاءة في اللعبة ما حاولتش إنها تستغل أبسط قدرات الإنجن اللي معمولة بيه اللي هو أنريل. لعب كتير اتعملت بالإنجن ده وقدمت إضاءة ظريفة زي سبلنتر سيل بلاك ليست مؤخرا. وبالنسبة بقى للأصوات، الأصوات بقى مصيبة سودا. فاكرين بقى لما أنا قلت إن الحوارات في اللعبة مملة جدا؟ السبب الرئيسي كان في حاجة زي كده، إن الفويس أكتنج بتاع ويليام كارتر يكاد يكون من ضمن أسوأ الشخصيات اللي سمعت صوتها في حياتي. ردود أفعاله على معظم الكلام اللي بيبقى تقريبا ردود أفعاله على كلام تاني مختلف اتقال. وسلام بقى لو حب يستظرف او يستخف دمه. Maybe they're from the moon and they don't want us coming there first. This is hardly the time for jokes, Agent Carter. مشكله الاصوات بقى مش بتقف لحد هنا، في الكات سينز بقى ممكن اكتر من مره تلاقي ان في اصوات لحاجات مش موجوده، وده يثبت لي اكتر ان انا بتعامل مع لعبه مش كامله. حتى الساوند تراك ما كانش بالتنويع المطلوب، هتلاقيه مع الجيم بلاي اللي بيطول وبيتكرر معاك بقى ممل جدا. ممكن انا شخصيا ما اعتبرش نفسي فان قوي للسيريز بتاعت اكس كوم، وتجربتي معاه كانت من خلال انمي انون اللي كانت فعلا لعبه حلوه جدا، بس ما اعتقدش ان في اي داي هارد فان للعبه يقدر يختلف معايا ان ذا بيرو تعتبر عار كبير جدا على السلسله بتاعت اكس كوم، وما قدرتش انها تلعب حتى دور بريكول متواضع وتقدم باك جراوند محترمه للقصه بتاعت اكس كوم. لكن للاسف اللعبه دي ما نجحتش الا في حاجه واحده، انها تحسسني ان انا قربت يجيلي خلل في وظائف المخ من كتر الملل والافكار اللي متنفذه بشكل سيء جدا. انصحكم ان كنتوا تلعبوا اكس كوم انمي انون، اللعبه كانت ممتازه وفيها تشغيل مخ وحلوه جدا، او ممكن تستنوا انمي وزان هتكون بنفس النظام. انما ذا بيرو اكس كوم دي كلاسيفايد للاسف الشديد هوبليس كيس.